بالنسبة لمكتبتي مكتبة فكرة، يعني الطلب جاي يكون على الكتب النفسية لفرويد أكثر شيء، مثل تفسير الأحلام، الكيف تحليل الشخصية، أيضا يونغ ولاكان، يعني هي الكتب النفسية جاي يكون عليها إقبال أكثر، يعني على مستوى مثلا شارع المتنبي، يعني يحوي مكتبات ودور نشر ومصادر كثيرة، فيه أيضا يعني نقوص في العناوين. فشارع الفراهيدي يعني لمساحته الصغيرة والمكتبات المعدودة أكيد يعني تكون هناك يعني نقص في الكتب في العناوين، فهذا شيء طبيعي في كل مكان ثقافي. فيما يخص توسعة الشارع راح يكون لمؤسسة إنجاز الدور الأكبر بقضية التوسعة. المهم بالموضوع أنه استحصلنا الموافقة من قبل الحكومة المحلية ومن قبل بلدية البصرة. قضية التوسعة إن شاء الله أيضا راح تكون عبارة عن خطط من قبل مؤسسة إنجاز بالتعاون مع مديرية بلدية البصرة. هو الشارع اليوم يتضمن مسرح بالإضافة إلى منصة شعرية وملتقى ثقافي، ومثل ما تشوفون بقية الأكشاك. إحنا الحاجة الأكبر اليوم حقيقة لزيادة عدد الأكشاك، على اعتبار أنه المسرح الموجود يفي بمتطلبات الجلسات الحوارية والثقافية اللي ممكن تصير، يفي أيضا بمتطلبات حفلات توقيع الكتاب اللي ممكن تصير. المنصة الشعرية أيضا حقيقة جاي تقام عليها عدة نشاطات، فما عندنا أي مشكلة أنه مثلا نقيم مسرح آخر، لكن مشكلتنا حقيقة بزيادة عدد الأكشاك، لأنه عدد أصحاب الفعاليات والنشاطات داخل الشارع في ازدياد، بالإضافة إلى أنه أكو قضية كلش مهمة أنه رواد الشارع حقيقة بدأ عددهم بالتزايد، وهذا الشيء إيجابي شجع على أنه نزيد من مساحة شارع الفراهيدي.